مثل ما حكينا في التشابتر الماضي، الجود ديزاين لازم يحتوي على كل الـ requirements اللي explicitly معرفة في الـ requirements model، وكل الـ implicit requirements اللي هي الـ requirements اللي بده إياها اليوزر لكنها مش معرفة في الـ requirements model. الديزاين لازم يكون مقروء ومفهوم من قبل الكودرز والتسترز. الديزاين لازم يعطيني صورة شاملة كاملة عن السوفتوير، تتضمن الداتا اللي بيشتغل عليها والفانكشنز والبيهيفيرز اللي بيقوم فيها من ناحية الـ implementation. برضو من مواصفات الجود ديزاينز اللي درسناها انه الديزاين لازم يعكس اركيتكتشر انعمل بستايل او اركيتكتشرال ستايل او باتر معروف. بنحط خط تحت اركيتكتشرال ستايل عشان بدنا نحكي عنه في هذا التشابتر. كمان الاركيتكتشر لازم يكون مكون من كومبوننتس برضو تعكس جود ديزاين كاركترستكس، ولازم الاركيتكتشر يسهل الامبلمنتيشن والتستنج. الديزاين لازم يكون موديولر، يعني انه السوفتوير يكون مقسم لوجيكالي الى elements او subsystems. في الديزاين لازم يكون تمثيل كل من الداتا والاركيتكتشر والانترفيسز والكومبوننتس بطريقة تميزها عن بعضها. الديزاين لازم يوصلني ل data structures المناسبة عشان اقدر اعمل implementation للكلاسز وتكون جاي من design patterns معروفة. الديزاين لازم يوصلني لكومبوننتس مش معتمدة على بعض وظيفيا. الديزاين لازم يوصلني لانترفيسز بسيطة بتقلل من درجة تعقيد التواصل بين الكومبوننتس نفسهم وبين السيستم والاكسترنال انفايرومنت. الديزاين لازم نعبر عنه برموز بتوصل المعنى. حكينا في السلايد الماضية انه من مواصفات الجود ديزاين انه يعكس اركيتكتشر معمول من اركيتكتشرال ستايلز او باترنز معروفة. هلا بدنا نحكي عن الاركيتكتشرال ستايلز. الاركيتكتشرال ستايل هو عبارة عن طريقة تصميم السيستم في الهايست ليفل اوف ابستراكشن. بحدد شو الجنرال ستراكشر للسيستم، شو الاليمنتس الرئيسية المكونة للسيستم وكيف بتترتب، وشو الكونكترز اللي بتتيح الكوميونيكيشن بين هاي الاليمنتس اثناء الران تايم اللي بتضمن الكنترول فلو، الفلو كنترول والداتا ترانسفير. برضو الاركيتكتشرال ستايل تحتوي على الرولز والكونسترينتس اللي بتحدد كيف بدنا نعمل انتجريشن لهاي الاليمنتس عشان اطلع السيستم، والباترنز اللي بتحل المشاكل اللي لها علاقه بالاركيتكتشرال ستايل، والاتريبيوتس اللي بتحدد الادفانتجز والديس ادفانتجز للستركتشر اللي اخترناه. عاده الاركيتكتشرال ستايلز هي نفسها الاركيتكتشرال باترنز، بس مرات بيميزوا بينهم بانه الاركيتكتشرال باترن بتحل المشاكل المتعلقه بالاركيتكتشرال ستايلز، او بمعنى انه الاركيتكتشرال باترن هي طريقه عشان اعمل امبلمنت للاركيتكتشرال ستايل. اللي بيصير فعليا لما بعمل ديزاين للاركيتكتشرال ستايل انه بيكون عندي مجموعه من الديزاينز المتشابهه، باخذ الاشياء المشتركه بينهم وبعمل لهم ابستراكشن في ستايل واحد او جنرال ستراكشر واحد. في عنا عدة كاتيجوريز من الاركيتكتشرال ستايلز اللي هي الداتا فلو ستايلز، الداتا سنترد ستايلز، الاوبجكت اورينتد ستايلز، الهيراركي ستايلز، الديستريبيوتد ستايلز، الاسينكرونس كوميونيكيشن ستايلز، والانتراكشن اورينتد ستايلز. الداتا فلو ستايلز اللي يتم من خلالها تحويل الانبوت داتا الى اوتبوت داتا عن طريق سلسلة من الكمبيوتيشنال أو المانيبوليتيف إليمنتس. من الأمثلة على الداتا فلو ستايلز الباتش سيكوينشال، البايب أند فلتر، والبروسيس كنترول. الداتا سنترد ستايلز بيكون في عندي داتا ستور وفي إليمنتس تانية بتعمل أكسس على هاي الداتا وبتغيرها. من الأمثلة على الداتا سنترد ستايلز الريبوزيتوري والبلاك بورد. الأوبجكت أورينتد ستايلز الإليمنتس فيه بتكون عبارة عن أوبجكتس عاملة إنكابسوليشن للداتا والأوبريشنز اللي فيها، والكوميونيكيشن بين هاي الأوبجكت بيكون عن طريق مسج باسنج. الهيراركال ستايلز اللي بنقسم فيه السوفتوير إلى لوجيكال موديولز أو سبسيستمز،
وكل موديول أو سب سيستم برضه بقسمه إلى موديولز تانية. من الأمثلة على الهيراركال ستايل اللايرد، الفيرتشوال ماشين، المين سب روتين. الديستريبيوتد ستايلز، الإليمنتس بتكون موزعة على سيفرال كمبيوترز وممكن إنهم يشتغلوا مع بعض من خلال نتورك عشان يحققوا هدف معين. من الأمثلة على الديستريبيوتد ستايلز المالتي تاير والكلاينت سيرفر. الأسينكروناس كوميونيكيشن ستايلز هو عبارة عن أركيتكتشر بدعم إرسال الرسائل واستقبالها بين الديستريبيوتد سيستمز، يشمل عادة 3 ستيبس. أولاً الكلاينت بيبعث ريكوست للسيرفر عبارة عن على شكل مسج. ثانياً السيرفر بيبعث اكنولوجمنت للكلاينت مباشرة وبعدين بياخد وقته في معالجة الريكوست. ثالثاً تتم معالجة الريكوست وإنتاج ريسبونس بينبعث على شكل مسج من السيرفر للكلاينت. الانتراكشن اورينتد ستايلز اللي بتفصل اليوزر انتراكشن عن الداتا ابستراكشن والبزنس داتا بروسيسنج. من الأمثلة على الانتراكشن اورينتد ستايلز MVC اللي هو موديل فيو كنترولر والباك او البرزنتيشن ابستراكشن كنترول.